والقطع مقدم على الظن. بالضبط، جزاك الله. هناك سؤال يتعلق برؤية الهلال، فضيلة الدكتور لديكم تأليف في مسألة الهلال في تعارض رؤية الهلال بالبصر بالحساب فلكيا، هل ممكن ماذا نقدم إلى آخره؟ هذه أيضا مسألة فيها جانبان، فيها الجانب الفقهي وفيها الجانب الفلكي. المسألة كلها يعني الإشكال في كيفية التوفيق بين الاثنين. الفقهاء، بالمناسبة الفقهاء، حتى الفقهاء، ننسى الفلك ونضع الفلك جانبا للحظة، حتى الفقهاء انقسموا إلى عدة آراء. منهم من قال يجب أن نرى الهلال بالعين المجردة ليلة الشك، لا خيار لنا عن هذا. وبعضهم قال إذا عرفنا أن نحسب مسبقا، وفيها حالتين، حالة النفي وهذه التي ستأتينا بعد أقل من 10 أيام ليلة العيد، وينفي علم الفلك قطعيا إمكانية الرؤية، في هذه الحالة لا نتحرى الهلال أصلا ولا نحاول أن ننظر إليه وتنتهي المسألة ونكمل رمضان 30، وهذه الحالة اللي احنا فيها هذه السنة. القمر ليلة اللي هو يوم الأربعاء 8 سبتمبر ليلا لا وجود للقمر ولا للهلال في السماء، يعني ليلة الشك هذه 29 ما كاش هلال فلكيا، فلكيا ما كاش، قطعيا ما كاش في السماء، غير موجود. حينها قال الفقهاء أو بعض من الفقهاء إذا كان العلم علم الفلك يستطيع أن ينفي قطعيا فنأخذ بهذا النفي. بعضهم ذهب ينفي قطعيا، وهذه وحنا أنا أقول أنه هذه حالتنا هذه الآن. بعضهم قال إذا أعطانا علم الفلك ليس نفيا ولكن إثبات. بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك، بعضهم قالوا لا نأخذ بعلم الفلك إلا في النفي، وبعضهم قالوا نأخذ بعلم الفلك في الإثبات، لأن علم الفلك صار الآن متقدما وقادرا وسيقول لنا سوف تتمكنون من رؤية الهلال في منطقة كذا، يعني مثلا في الغرب الإسلامي من تونس إلى المغرب مثلا وموريتانيا ولن تتمكنوا من رؤيته في الجزيرة العربية أو في باكستان أو في إيران. هذا علم الفلك يستطيع أن يقول هكذا. الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا إذا قدم لنا علم الفلك الإثبات، يعني حسابات بالإثبات، فنأخذ به. بعضهم قالوا لا 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 لا، احنا عندما يقولون لنا سوف يرى في المكان الفلاني احنا ما يهمناش، احنا يقولون فقط عندما لا يرى نأخذ حالة النفي فقط، وبعضهم قال حالة الإثبات فقط. بل بعض الفقهاء المجتهدين الذين ذهبوا إلى أبعد من ذلك ماذا قالوا؟ قالوا يمكن بالاجتهاد أن نأخذ ببداية الشهر القمري. قلت في بداية الجلسة قلت هناك تفصيل، شهر القمري، شهر الهلالي، شهر الإسلامي. الشهر الهلالي هو الذي يبدأ بظهور الهلال، الشهر القمري هو الذي يبدأ ببداية دوران القمر حول الأرض. مازال ما بدأوش نشوفوه، ولكن بدأ دوران القمر حول الأرض في دورته الجديدة من الاقتران، ما يسمى بالاقتران، ما عندناش وقت باش نفصله، ولكن فيه نقطة يبدأ فيها، هذه اللحظة معروفة، بدأ الشهر القمري. ولكن الشهر الهلالي لا يبدأ إلا بفترة في العادة تقريبا يوم بعد ذلك. فبعضهم قالوا لا، ما دام الحساب دقيق جدا، وفي هذه أيضا لا نقاش، دقيق جدا في تحديد بداية الشهر القمري، فلنأخذ بهذا التعريف للأشهر الإسلامية. يعني الفقهاء عندهم توجهات متعددة، آراء متعددة. الآن علم الفلك ماذا يمكن أن يفعل؟ علم الفلك يمكن أن يحسب لك الدورة القمرية حول الأرض، الشهر القمري، بدقة مطلقة فائقة جدا، بثانية على سنوات. نقول من الآن نقول لك وقتاش يبدأ شهر ذو القعدة ولا شهر رجب ولا أي شهر يعجبك، مش بالضرورة رمضان أو شوال، أي شهر يعجبك القرن الجاي، هذه تحسب. واحد. اثنين، يمكن لعلم الفلك أن يقول لك متى وفي أي مناطق لن يكون الهلال قابلا للرؤية، نفي، مش فقط القمر، دوران القمر، الهلال عندما يكون غير قابل للرؤية، هذا أيضا قطعي المعلومة في علم الفلك. الآن
هل يمكن لعلم الفلك أن يقول لك متى وأين سيرى الهلال؟ إذا سألتني احنا هنا في سيدي معروف يوم ليلة مش عارف أنا 12 نوفمبر الجاي سيكون ليلة بداية نقول مثلا شهر ذو القعدة ولا ذو الحجة، هل سأرى الهلال؟ أقول لك ما نقدرش نعطيك أنا في سيدي معروف بالذات، نقدر نقول لك في منطقة الجزائر عموما سوف تكون الرؤية ممكنة، ممكن يراها شخص في جبل كذا، ممكن لا يراها شخص في مدينة كذا، ولكن لا يمكن أن نعطيك بالدقة بالمكان والساعة واللحظة. لكن حتى هذا فقهيا ليس هذا يعني المطلوب. فقهيا ما يقولوناش هل سأراه في سيدي معروف، يقول لي هل سيرى في الجزائر أو سيرى في المغرب العربي أو سيرى في العالم الإسلامي، هذا نعم أن يرى، هذا العلم موجود. الآن خلاصة الكلام كيف نوفق؟ أنا ماذا أقول للناس؟ أقول لهم حساب الهلال والتنبؤ بالرؤية إنما هو شبيه بأوقات الصلاة والأذان. يعني إحنا وقت الظهر هنا الساعة كم؟ واحدة ونصف. عظيم. افترض أنك أنت الآن خرجت لحاجة معينة بسيارتك في مكان بعيد خالي، أو كنت في غرفة ليس فيها أذان، وصلت الساعة واحدة ونصف، الساعة ثنتين، تقوم تصلي ولا لا تقوم؟ أصلي. بصح لكن ممكن تقول لي أنا ما سمعتش الأذان. أسمع التوقيت. أنت عارف أن الوقت جاء. طيب هل معنى هذا أنه ما دمت أعرف أنا أوقات الصلاة أننا نلغي الأذان؟ لا نلغي الأذان. الأذان وقت ما يحين وقت الصلاة يقوم المؤذن ويؤذن. ولكن هل نربط إحنا صلاتنا بالأذان بالضرورة بسماع الأذان؟ ليس بالضرورة. نفس الشيء بالنسبة لحساب رؤية الهلال وبحدوث الرؤية. يعني إحنا لا نقول للناس لا تخرجوا للرؤية، نحن نقول لهم لا تخرجوا عندما نعرف أن الهلال غير موجود. أنا قلت لكم يوم 8 سبتمبر لا تخرجوا، الله يخليكم، عيب علينا نخرجوا إحنا نشوفوا في نحوسوا على حاجة إحنا عارفين مش موجودة في السماء، لا يمكن. ولكن عندما يكون الليلة التي بعدها أو في ليلة معينة الهلال موجود ولكن لم نره بعد، هل نقول للناس خرجوا للرؤية؟ طبعا خرجوا للرؤية، لكن هل أعرف أنا أنهم سيرونه في كما قلت في المغرب العربي أو في القطر الجزائري؟ أعرف مسبقا لأن هذه حسابات دقيقة ومعروفة، وأنه لن يرى في السعودية أو لن يرى في باكستان، أنا أعرف ذلك، فليس هناك تعارض. يعني أنا أعرف متى سيدخل الشهر كما أعرف متى سيكون وقت الظهر، وقت صلاة الظهر، وأنا أترك الناس يذهبون للرؤية كما أطلب من المؤذن أن يؤذن للصلاة. نعم، هناك سؤال يقول فيه أحد الطلبة بالنسبة للآية، يسر على سؤاله هذا ولا لا يسر؟ لا، هم جميعهم يسرون، كلهم يسرون، كلهم يسرون. أنا على العموم أنا موجود وأنا متى شئتم، حبيتوا نكملوا نصلي ونعود ونرجعوا. الوقت لا يسعفنا. يذكر بأن الآية في سورة سيدنا يوسف رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قلت الكواكب ثابتة أنها ثمانية، إيش الأحد عشر؟ آية عظيم. نعم. جدا. أنا سعيد بهذا السؤال. لماذا أنا سعيد بهذا السؤال؟ لأني كما كنت أقول منذ ربع ساعة، لا يجب أن نأخذ المعلومات العلمية من الآيات، لأن الآيات ليس دورها أن تعطينا معلومات علمية، وهذا الدليل. هذه الآية يعني جاء تفسيرها في آخر سورة يوسف في الأخير، أنها رؤية، أنها تشبيه، أنها مشابهة، مماثلة، أنالوجي كما يقال بالفرنسي وبالإنجليزي. يعني ليس المقصود بها أطلعوا راح تحسبوا أحد عشر كوكبا، إنما هو قصد إخوانه، أو الرؤية كان المقصود منها أحد عشر كوكبا، يعني إخوان سيدنا يوسف والشمس والقمر وأبوه وأمه إلى آخره. يعني لو واحد منا أصر أن هذه آية فلكية علمية وسأخذ منها هذه المعلومات، سيتعارض الآن مع المعلومات العلمية، وحينها ندخل في مأزق. لذلك قلت أنا لا أحب أن نربط آية بمعلومة علمية هكذا، لأن أحيانا إذا تغير واحد ندخل في مأزق، ماذا نأخذ وماذا نرفض. الكواكب تتغير، يتغير اكتشاف الكواكب. يعني زمان كانوا يقولون سبع كواكب بما فيها الشمس والقمر. بالمناسبة زمان كان الشمس والقمر تعتبر كواكب أيضا،
لماذا؟ لأنها تتحرك في السماء. ما معنى كوكب؟ كواكب السيارة كما جاء في السؤال. السيارة معناها المتحركة. النجوم نجوم ثابتة أو تبدو ثابتة، طبعا نحن نعرف أنها تتحرك وتتحرك بسرعات هائلة، ولكن تبدو لنا ثابتة. أما الكواكب هي الأجرام التي تتحرك أو نراها تتحرك بين ليلة وأخرى في السماء. ولذلك في الكواكب السبعة، لو ترجعون إلى كل الكتب القديمة بما فيها كل كتب العرب المسلمين، كم عدد الكواكب عندهم؟ سبعة. ما هي الكواكب السبعة حينها؟ شوف يعني ذاك الفترة كلها، أنا يعني المقصد من هذا التوضيح أن هذه المعلومات العلمية متغيرة. كواكب السبعة حينها كانت ماذا؟ عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، زحل، و نعم نعم والشمس والقمر. بارك الله فيك. والشمس والقمر، هذه الكواكب الخمسة التي كانت معروفة منذ زمان لأنها ترى بالعين المجردة، هي الكواكب الخمسة الوحيدة التي ترى بالعين المجردة. طبعا كان زمان ما كانش عندهم تلسكوب، فلذلك لم يكتشفوا الكواكب الأخرى. هذه الكواكب الخمسة زائد الشمس والقمر كانت تعتبر مع بعض، ويقولون الكواكب السبعة كما أشرت أمس، المدارات السبعة، السماوات السبعة إلى آخره، سبعة. بعدين اكتشفنا أن الشمس هذه ليست كوكب، والقمر هذا أيضا ليس كوكب، فصارت الكواكب كم؟ صارت خمسة. بعدين بدنا نكتشف أن في كواكب أخرى. ما هي؟ أورانوس، عظيم، نبتون، بلوتو، عليك نور، بلوتو. صاروا كم؟ صاروا ثمانية. ومن بعد اكتشفنا أن الأرض أيضا كوكب، لأن الأرض أيضا تتحرك حول الشمس وهذه كلها تتحرك. صاروا كم؟ صاروا تسعة. ومن بعد وش صار؟ علاش نحى واحد؟ لا، مش ليس قمر، لا 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 لا، هو مش نحاوة لأنه قمر. وبارك الله فيك، أنت عندك معلومات ولكن يعني تحتاج تدقيق شوية. ليس لأن بلوتو قمر، لأنهم وجدوا كواكب أخرى إضافية، كوكب العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وصار عندنا 14 و15 و16 و17، وصرنا كل سنة نكتشف واحد وزوج وثلاثة. لا، الفلكيين قالوا حبسوا حبسوا حبسوا. كواكب مفتوحة. أوه، كل عام نبدلوا الكتاب ولا كيف؟ أنا كل عام ندرس الفلك، أنا كل عام نحكي حكاية جديدة للطلبة. وكنا نعرف أنه سيزداد عددها، لأن إمكانية الرصد عندنا تلسكوبات صارت قوية جدا، صرنا نكتشف كواكب ليست حتى كروية، كواكب هكذا معوجة هكذا، حبة بطاطا كبيرة هكذا، هكذا نكتشفها. جبل في السماء هكذا يتحرك، تصور أنت جبل معوج هكذا يتحرك في السماء، هل هو كوكب؟ نعم هو كوكب، لأنه يدور حول الشمس بالتعريف القديم. يعني بالتعريف القديم، عندما أقول القديم إلى سنة 2004، 2004 والقديم، بتعريف إلى حد بداية القرن 21 كان تعريف الكوكب هو الجرم الذي يدور حول الشمس كوكب. فابتدت تزيد عندنا، اجتمع الفلكيون، جماعة عندنا مشكل الآن، كل عام راح يزيد عندنا، وسع الكواكب، ما الكواكب، ما تفراش هكذا. قالوا يتعرفوا علاش المشكلة؟ لأن بلوتو أصلاً هذا، هو أصلاً هذا مشكوك في أمره، هذا خاصيته إلى آخره. يعني قصة طويلة، أنا أردت شوية طرافة ولكن الوقت ضيق. نعم. فوجدوا أن المشكلة أننا من يوم أدخلنا بلوتو فتحنا الباب على مصراعيه، فبدأت تزيد عندنا وراح مش راح تنغلق، فقالوا نغلقوا الباب. بلوتو سامحنا، معليش غلطنا معاك، دخلناك نعود نخرجوك، تعاود تلتحق بزملائك الآخرين هكذا، والثمانية هذوما يبقوا كواكب فعلا. الشاهد عندنا، المغزى من هذا الكلام ماذا؟ أن مفهوم الكواكب هذا يتغير من سنة إلى سنة، وعدد الكواكب يتغير من سنة إلى سنة. أربط أنا آية قرآنية بفلك كل عام كل عشر سنين تطلع لهم أفكار؟ 11 كوكبا هم إخوان يوسف، الشمس والقمر أبوه وأمه، والسلام عليكم. نختم الأسئلة بسؤال متعلق بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. يقول صاحبه: هل استطاع العلم الحديث أن يبين ويكشف عن المعجزة التي حصلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتمثلة في انشقاق القمر إلى فلقتين؟ هل اكتشف علميا فعلا كما سمعنا؟ جميل. لم يكتشف شيء من هذا، تنكون واضحين وصريحين، لا نمني أنفسنا، هذا أيضا من بين الأخطاء التي نقع فيها نحن المسلمين للأسف، نحن نمني أنفسنا كثيرا، أسمع هذا الكلام. وقد اكتشف مؤخرا، وقد تسمعها في التلفزيون وعلماء
أشخاص يعني معروفين ويطلع في تلفزيون وقد اكتشف مؤخرا أن الأرض كذا وأنه كذا وكذا. وين اكتشف هذا؟ وين وين وين؟ أعطيني المرجع الله يخليك. في أي دورية، في أي بحث؟ لا نقول لأنفسنا هكذا والله وإحنا هكذا نؤيد أنفسنا باكتشافات خيالية وقد اكتشف. لم يكتشف شيء عن انشقاق القمر، بل بالعكس، لأن الآن عندنا دراسات للقمر. قلت لكم عندنا تصوير للقمر بالمتر، بالمتر، متر من متر من متر، عندنا تصوير له. عندنا أجهزة موجودة وضعت على سطح القمر تقيس لنا أي تحركات في باطن القمر من طرفه إلى طرفه. عندنا دراسات مفصلة عن القمر، دراسات مفصلة. هل هناك أي شيء يدل على أن القمر هذا انقسم أو انفصل؟ ليس هناك أي شيء. الآن يبقى الحل حلين. العلماء، علماء المسلمين ماذا قالوا؟ قالوا إما أن هذه المعجزة هي معجزة حسية وليست فيزيائية، يعني هكذا رأوا ولكن ليس هذا الذي حدث للقمر، أو أنه حدث اصطدام على القمر ولكنه لم ينقسم، يعني اصطدام ظهر كأنه انقسام وكأنه انشقاق وكأن قطعة يعني انكسرت منه. وهذا يحدث عندنا احنا لما يحدث ينزل علينا نيزك كبير، يعني نعرف احنا مثلا انه في منذ ملايين السنين انقرضت الديناصورات بسبب هذا النيزك العظيم الذي وقع على الأرض. ديناصورات وما أدراك انقرضت. فيحدث، تحدث هذه الاصطدامات الأخيرة. فممكن انه حدث اصطدام وظهر للناس ان شيئا انفجر او انشطر أو انكسر من سطح القمر، ولكن أن نقول أن القمر انقسم أو انشق وأن هناك إثبات علمي على هذا، هذا غير وارد. في آخر هذه الندوة نشكركم فضيلة الدكتور جزيل الشكر، نتمنى أن نلقاكم في مناسبة أخرى، وقد جرت عادة الندوات المحمدية أن تختتم بالدعاء، والدعاء منكم سيدي تفضل. مشكورين. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا بارك في هذا الجمع المبارك، بارك في هؤلاء الطلبة، هؤلاء طلاب العلم، هؤلاء المريدين. ربنا زد في علمهم وزد في تقواهم وزد في إخلاصهم وزد في سعيهم، وبارك في خطواتهم وسدد خطاهم ووجههم إلى كل ما فيه خير في الدنيا وفي الآخرة. ربنا أخلص لنا أعمالنا، ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، ربنا خلصنا من الرياء، ربنا خلصنا من كل شوائب أن نطلب العلم لك ولوجهك ولا نطلب العلم لغير ذلك. ربنا سدد خطانا، ربنا صححنا، ربنا انصرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله.